في كانت رمضان لذيذة. بقى عايز أسألك برضو عن البيت شوية، يعني بالنسبة لمراتك تديها كم من 10 في الطبيخ مثلا، تديها كم من 10 في متابعة المسلسلات، يعني خلينا نعرف برضو. بجد بجد اه والله في ايوه الطبيخ مش نفاق ليها، لان هي عارفه دماغي 10 على 10 في الطبيخ. طب احنا بقى نسمع اه يا من حويطه يا حويطه. كنت عايزه اجابه اه والله على فكره، العظيم هي معانا على شفت التليفون. بقى هتورطك اكسلانس، بس انت في مصحصح المسلسلات. لا برافو عليك. استاذه اسماء طلعت، اولا مساء الخير عليكي، وكل سنه سماء طلعت كل سنه وانتي طيبه، ومبروك علينا طبعا الفوز ده، كلنا كنا سعداء بيه. الو مساء الخير، اهلا بيكي. مساء النور، اهلا بيك. اولا كل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه، ربنا الله يخليك. كاس مصر جمهور النادي الاهلي طبعا، مبروك لاسلام طبعا شخصيا، طبعا اول كاس لي يجيله وهو كابتن النادي الاهلي، فطبعا ببارك لكم كلكم. متوتره شويه، مش مشكله. طب بقول لك ايه، احنا نسخن الاجواء على طول. أيوة بقى، لو أيوة انت مش أيوة متابعانا من الاول، كابتن اسلام كان بيشتكي مر الشكوى من شويه من فكره من الطبيخ، طبيخك، واللي بيقول لك بيضطر ياكل دليفري على طول، واصحابه وزمايله بيجيبوا له اكله في بعد التمرين وحاجه كده، يعني عايزين نعرف الكلام منك ده مدى مظبوط مدى ولا ايه؟ صحه الكلام ده. اسالي باباكي بسرعه. لا هو انا على فكره انا بطبخ في البيت، واسلام برضو بياكل دليفري عادي بره، يعني انت بتضحيني. خصم حالا دلوقتي. لا والله هو بالعكس، هو احنا بنهزر معاكي، هو كان بيقول ان اكلك يعني قلت له تديها كام من 10، قال 10 من 10. صحيح صحيح. لا يعني وما كانش عارف انك معانا على التليفون على فكره. صحيح برضه. لا هو والله بشهادة كل الناس يعني الحمد لله، يعني حتى ان انا نفسي حلو في الاكل، يعني مش بشكر في نفسي على فكره. انا متعلمه من مامتي بس عشان نقصر الموضوع. طب كويس، لو كده يبقى اتاسست مظبوط. الحمد لله. زي الفل زي الفل. كابتن اسلام في البيت عامل ازاي يا مدام سماء؟ هل هو شخص عصبي؟ شخص هادي؟ بيبقى قاعد في البيت منمق ولا عامل ازاي؟ قولي قولي ما تتكسفيش، قولي بصراحه عادي. هو اسلام والله شخصيه يعني مختلفه خالص عن الجانب الرياضي خالص في البيت بصراحه، يعني من نوع الشخصيه اللي بتعرف تفصل بين الضغوطات الشغل بتاعه والتمارين عن الحياه الزوجيه خالص بصراحه. لا يعني ممكن يكون راجع مثلا من تعبان جدا من التمرين، مرهق جدا، عادي ممكن يقول لنا لا يلا هنزل الولاد عشان يتبسطوا، عشان بقى لهم كتير ما خرجوش. لا بصراحه يعني بيعوضهم تعويض معنوي يعني. زي الفل، طلع حنين كابتن اسلام. الحمد لله. زي الفل. طب انا عايز اسالك اخر حاجه، وبصراحه لان احنا كنا لسه بنساله، يعني فكره ان انت تتجوز حد برضه في نفس المجال بتاعك اكيد بيكون متفاهم بشكل اكبر، يمكن لو كان يعني حضرتك مالكيش علاقه شويه بالرياضه قبل كده، احنا عارفين طبعا كنت كابتن الناشئين لفتره طويله، يعني المعلومه دي وصلت لنا، بس اكيد ده فرق، يعني فرق في فكره الجواز، لان اكيد متفاهمه اكتر، ان هو ممكن ما يبقاش موجود، بيبقى عنده معسكرات تدريب، حتى هو قال لنا بدايه رمضان ما كانش تقريبا متواجد خالص، فدي بتفرق ازاي؟ لا هي بصراحه بتفرق جامد قوي عن ان انت تبقي حد رياضي، شخص رياضي عن شخص عادي. الشخص الرياضي بيبقى متفهم جدا، يعني احنا برضو خدنا برضو شوت كتير في المعسكرات والسفر والتمرينات، وان انت لازم تبقي ملتزمه في التمرينات. لكن يعني الشخص اللي هو بقى اللي مش رياضي مش يعني مش هيبقى فاهم النقطه دي قوي، هيبقى يعني حاسس ان هو يعني على طول في تاثير او في تقصير، يعني اوكي ان هو على طول مش متواجد شايل المسؤوليه لوحدك. لا فبصراحه لا يعني يعني النقطه دي فرقت بصراحه معانا قوي يعني. وكده كده الهدايا بتعوض، يعني لو مش موجود الهدايا ولا ايه يا كابتن اسلام؟ ايوه صح، ده احنا مروقينك النهارده والله. تزنوني. لا كل سنه وحضرتك طيبه وبالتوفيق ان شاء الله. بجد في اي رساله تحب توجهها لها اي حاجه؟ لا والله شكرا شكرا والله، ان هي فعلا مستحملاني، و يعني فعلا النهارده انا اول مره اقعد مع الاولاد في البيت الموضوع، قلت لها لا الحمد لله انت خليك انت قاعده معاهم كتير. لا ربنا يخليها ليا ولاولادها ولينا كمان ان شاء الله. يا نورتينا يا فندم، كل سنه وحضرتك كل طيبه، وربنا يسعدك ايامك ويفرحك باولادك يا رب ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه.